فتسأل قبل ميلاد المسيح أم أي مرحلة من المراحل؟ جميل جدا، ده النقطة الأولانية من سؤال حضرتك. المسيح ممجد قبل كون العالم، يعني منذ الأزل. متى مجد؟ بعد تجسده، بعد تواضعه، بعد أخلى ذاته أخذا صورة عبد زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل فيليب إصحاح 2. مجد في قيامته، مجد بالانتصار على الشيطان، بتقييد الشيطان 1000 سنة، بغلبه للموت، بأيضا قيامته بجسد ممجد، بإيه تحوله إلى سلطانه على المادة الواضح. سؤال تاني لحضرتك، ما هو المجد الذي كان للمسيح وأخده أم لا؟ المجد الذي كان للمسيح هو للطبيعة البشرية أو الطبيعة الناسوتية، لأنه طبيعته الإلهية واحد مع الآب. أنا والآب واحد زي ما في إنجيل يوحنا إصحاح 10 عدد 30، فبالطبيعة اللاهوتية المسيح عمره ما مجده اختلف. أما بالطبيعة الناسوتية، بالطبيعة البشرية، المسيح لما تواضع وأخذ صورة عبد صار في الهيئة كإنسان. مع ملاحظة شيء مهم، المسيح ما ينفعش نفصل ما بين طبيعته من لحظة التجسد، ما ينفعش نفصل ما بين طبيعته اللاهوتية وطبيعته الناسوتية، فهو من ساعة التجسد أصبح الله المتجسد، الله الظاهر في الجسد، فهو الله وهو إنسان، ولكن كيان واحد، اتحاد ما بين الطبيعة اللاهوتية والناسوتية في طبيعة واحدة اللي هو الله الظاهر في الجسد. معايا؟ يعني هو كيان واحد نتيجة اتحاد طبيعتين، كويس؟ ولكن ايه اللي موجد الطبيعة الناسوتية؟ بدليل ان الطبيعة الناسوتية اصبح ليه القدرة بيها ان يدخل والابواب مغلقة، لا يعبر مسافات محتاج فيها يمشي، فكان يظهر لهم في اورشليم ويظهر لهم في عمواس ويظهر لهم في الجليل رغم اختلافات المسافات اللي بينهم، ويظهر لمن يريد ان يظهر نفسه ليه، ما يراهوش الكل. وبعد ذلك تحولت طبيعة المسيح البشرية إلى الطبيعة الروحانية النورانية زي ما موجود أو مكتوب في كورنثوس الأولى صحاح 15 بداية من عدد 40 وبشرحها بالتفصيل. ولكن حضرتك اديت اختيار ثالث، طبعا هو ما ينفعش تماما هنا، بتقول أم بالروح القدس. لا، أم بالروح القدس، لأنه الآب والابن والروح القدس إله واحد. المسيح مش مجد بطبيعة اللاهوتية أم البشرية أم بالروح القدس، لا، المسيح بطبيعة اللاهوتية الذي فيها هو والآب واحد، والآب والابن والروح القدس إله واحد، طبيعة ممجد لأنه الإله الأزل الأبدي المبارك من الآن وإلى الأبد آمين. ده مجده لا يتأثر ومجده لا يعطيه لآخر. أما المسيح رغم أنه هو واحد الله الظاهر في الجسد، ولكن بجسده، هذا الجسد قبل أن يتواضع وقبل هذا الجسد أن يأخذ صورة عبد شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية، ولكن بهذا الجسد مجد هذا الجسد، والجسد انتصر على الموت وانتصر على الشيطان وانتصر حتى على قوانين المادة، فالمجد كان بالجسد المتحد باللاهوت. ده الجزئين في سؤال حضرتك الأولاني.